قرر البنك المركزي المصري زيادة الحدود القصوى لجميع المعاملات على تطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية إنستاباي اعتبارا من 15 مارس لعام 2023. يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس السيسي لدعم التحول الرقمي للاقتصاد. ويتضمن القرار زيادة الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة على الشبكة ليصبح 70,000 جنيه، والحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية إلى 120,000 جنيه، والحد الأقصى للمعاملات الشهرية إلى 400,000 جنيه. تأتي الزيادة الجديدة في الحدود القصوى للمعاملات في ضوء متابعة البنك المركزي لطلبات العملاء، ومع الإقبال المتزايد على منظومة المدفوعات اللحظية إنستاباي منذ إطلاقها. We'll be right back.